أطلقت شرطة مكافحة الشغب في هونغ كونغ وابلاً من الغاز المسيل للدموع على محتجين لدى خروجهم من حرم إحدى الجامعات اليوم. وقبل ساعات أجبر الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة مئات من المحتجين الذين قام بعضهم برشقها بقنابل بنزين على الاختباء وراء تحصينات أقاموها بشكل بدائي في جامعة الفنون التطبيقية بهونغ كونغ في واحد من أكثر المشاهد إثارة منذ بدء الاحتجاجات قبل أكثر من 5 أشهر. كشفت شرطة أبوظبي للخدمات الصحية الإماراتية صحة النقاب عن أن 20 متوفى ساهموا بتبرعهم بأعضائهم في إنقاذ حياة 74 مريضا منذ بدء برنامج الإمارات لنقل الأعضاء وزراعتها عام 2017. وقال نائب الرئيس التنفيذي للشركة راشد القبيسي في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات وام أن الإمارات تجاوزت المعدل العالمي للأعضاء المتبرع بها لكل شخص متبرع بعد الوفاة، إذ وصل المعدل فيها إلى 3.7% في حين أن المعدل العالمي هو 3.5%.